أبرز مزايا هذا النظام التعليمي الواعد؟ الحقيقة فإن التحول إلى هذا النظام إذا ما نظرنا إليه ونظرنا أيضا إلى إطلاق الوزارة مؤخرا للنسخة المطورة من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية، فإنه يعطي الجامعات مرونة أكبر في زيادة الجرعات التعليمية العملية للطلاب وتخريجهم خلال فترة زمنية أقل، مع إمكانية أيضا منح الطلاب نقاط خروج خلال البرامج الدراسية وشهادات مهنية وغير ذلك من المزايا.